الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يتضمن الحديث الثاني من أحاديث باب حدوث العالم وإثبات الخالق من كتاب الكافي الشريف، مناظرة جرت بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبين ابن أبي العوجاء. فقد كان ابن أبي العوجاء ملحدا ينكر وجود الخالق، وكان رجلا خبيث الكلام، وكان مناظرا يناظر الكثيرين في إثبات باطله. فاجتمع هو وابن المقفع، وكان أيضا من الملاحدة، وآخرون في المسجد الحرام، لأن هؤلاء الملاحدة كانوا يستثمرون ويستغلون الفرص لبث باطلهم، وكانوا يجدون اجتماع الناس في مكة المكرمة من أقاصي الأرض فرصة مناسبة لذلك، أو أن العادة كانت تحملهم، فكانوا يسافرون إلى مكة لمشاهدة الناس ولمشاهدة المناسك بدون أن يكونوا يعتقدوا بذلك. وابن المقفع أيضا كان رجلا ملحدا، لكنه كان أديبا بارعا في الأدب، وأيضا كان خبيثا وخبيث الكلام، وقد أمر المنصور العباسي بقتله في قضية معروفة، فقتله والي البصرة. على كل حال، اجتمع هؤلاء في المسجد الحرام ورأوا الناس يطوفون حول الكعبة المشرفة، فقال ابن المقفع: ترون هذا الخلق، يعني هؤلاء الناس؟ وأومأ بيده إلى موضع الطواف، ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية، يعني لا يوجد فيهم أحد أنا أثبت له أنه إنسان وله من الإنسانية شيء إلا ذلك الشيخ الجالس، يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هكذا قال ابن المقفع لابن أبي العوجاء. فأما الباقون فرعاع، يعني همج رعاع، والرعاع بفتح الراء يعني غوغاء الناس وأراذلهم. هنا دار كلام بين ابن المقفع، بين ابن المقفع وبين ابن أبي العوجاء، فأراد ابن أبي العوجاء أن يذهب إلى الإمام عليه الصلاة والسلام ويناظره في مسألة إثبات الخالق. فهنا نصحه ابن المقفع بنصائح، لأن ابن المقفع كان قد تكلم مع الإمام سابقا، وكان يعلم ما يمتلكه الإمام من علم جم ومن قوة في المناظرة وفي الجدال بالتي هي أحسن، فأراد أن ينصح ابن أبي العوجاء لكي يكون حذرا في مناظرته. فقال: وتحفظ ما استطعت من الزلل، يعني لا تتصور أن الذي يناظرك شخص لا يتمكن من أخذ أخطائك والإيقاع بك في مواقع الضعف والخطأ في كلامك، فحاول
أن تكون دقيقا في كلامك لكي لا تزل فتغلب في الجدال، ولا تثني عنانك إلى استرسال فيسلمك إلى عقال. هذا مثل، والمعنى أنه إذا ذكر شيئا فأنت لا تقبل ذلك الكلام، حاول أن لا تقبل ذلك الكلام فورا وإن لم يكن يصب في الموضوع، لعله يجعل هذا الكلام مقدمة لإثبات موضوع فأنت لا تتمكن من الجدال ولا إنكار ذلك الموضوع لأنك سلمت تلك المقدمات. طبعا في فن المناظرة إذا الإنسان كان طالب حق يلزم عليه أن لا ينكر ما يقوله الخصم من حق. إذا أنت تناظر شخصا، هذا الشخص سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، وسواء ناظرته في مسائل الدين أو في مسائل أخرى، ينبغي عليك ما دمت كنت طالب حق أن لا تنكر حقا يقوله، لا تنكر حقا يقوله خصمك. الإنسان يجب أن يكون عادلا في كلامه، وبغضه للطرف المقابل يجب أن لا يؤدي به إلى القول الباطل. ولذلك هناك حديث أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام منع بعض الناس من المناظرة ومن الجدال. لماذا؟ قال لأن هذا الشخص ضعيف في الجدال وفي المناظرة، فذلك المناظر الخصم يذكر مقدمة، تلك المقدمة هي حق، لكن هذا الشخص يجد نفسه إذا قبل تلك المقدمة فإن الخصم سيستدل بتلك المقدمة لإثبات باطل، وهو لا يعرف كيفية التخلص ولا يعرف كيفية الجواب، ولذلك يحاول أن ينكر ذلك الحق، وهذا أسلوب غير سليم. إذا أنت لا تتمكن من الجدال ولا تتمكن من المناظرة، والمناظرة تسبب أن تنكر حقا لأنك لا تعرف أساليب المناظرة، فلا تتمكن التخلص من الباطل الذي يريد الخصم أن يبنيه على ذلك الحق، فعليك أن لا تدخل في هذا الأمر وأن تترك المجال لغيرك. وهذا ما يشاهد كثيرا في بعض المناظرات، المناظر الذي لا يطلب الحق يبدأ بالكلام فينكر أمور هي من المسلمات وينكر أمور هي حق، وهذا دليل على إفلاس ذلك المناظر وعلى أنه ليس طالب حق. فعلى كل حال هنا ابن المقفع ينصح ابن أبي العوجاء، يقول له: ولا تثني عنانك إلى استرسال. لا تثني نفي يراد به النهي، يعني لا تثني عنانك إلى استرسال فيسلمك إلى عقال. المقصود أنه أنت لا تسترسل معه، إذا ذكر شيئا لا تقبل ذلك الشيء لأنه عساه أن يغلبك بذلك الشيء ويجعل ذلك الشيء مقدمة لكلامه، وأنت لا تتمكن من إنكار ذلك الكلام لأنك سلمت بالمقدمات. وسمهما لك أو عليك. النصيحة الأخرى الذي ينصحه يقول: أنت ساومه في أي نقطة لا تتساهل معه. وهذا أيضا أسلوب ليس من الصحيح، لأن الصحيح أن الإنسان يقبل الحق، أما أنه يبدأ ويجادل بالباطل ليدحض بباطله الحق فهذا أسلوب غير صحيح وغير سليم. طبعا أهل الباطل يضطرون إلى هذه الأساليب. لماذا؟ لأن كلامهم باطل، فكيف يدافع عن الباطل؟ الباطل حجته داحضة،
الباطل الحق يدحضه، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلذلك تجد أهل الباطل حين المناظرات إذا وصلوا إلى كلام حق ولكن يعلمون أن هذا الكلام الحق سيؤدي بهم إلى الخسارة في المناظرة، لذلك يحاولون قبل الوصول إلى النتيجة أن يناقشوا في المقدمات حتى إذا كانت حقا. طبعا هذا الأسلوب قد يكون أسلوب يفيد مؤقتا، بمعنى أنه في الجدال لا ينكسر القائل بالباطل ويخرج من المناظرة بدون تسليمه بالحق الذي يقوله مناظره، ولكن الناس لهم عقول، وإذا تمكن المجادل بالباطل من تخدير الناس أو استغلال جهل الكثير من الناس في تمرير باطله، ولكن الناس الذين لهم عقول أو الذين يذهبون فيحققون ويستخرجون الحق من الباطل، هؤلاء ستكون تلك المناظرات حتى إذا أهل الباطل حاولوا الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق، لكن هؤلاء الناس أصحاب العقول أو الذين يذهبون ويحققون ليستخرجوا العلم، هؤلاء سيصلون إلى النتيجة الحقة. ولذلك كثير من هذه المناظرات حتى إذا لم تكن مبتنية على أسس علمية صحيحة، بمعنى أن أهل الباطل يحاولون التهريج وإثارة الزوبعة وإنكار كثير من المقدمات الحقة لكي لا يسلموا بما يقوله أهل الحق، فكثير من هذه المناظرات اهتدى بسببها الكثير من الناس بسبب استعمالهم لعقولهم، ومن ثم التحقيق واستخراج العلم من بطون الكتب أو عبر وسائل التقنية الحديثة. وسمهما لك أو عليك من السوم، كما أن المتعاملين عندما يتعامل أحدهما مع الآخر في السوم، البائع يحاول أن يرفع القيمة والمشتري يحاول أن يخفض القيمة فيتكلمان وقد يحتدم الكلام بينهما، كذلك ينصح ابن المقفع ابن أبي العوجاء بذلك. على كل حال، فقام ابن أبي العوجاء وذهب إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، ثم رجع مبهوتا، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام ناظره وبين له كلام، فانقطع ابن أبي العوجاء في الجواب، لكن مع ذلك لم يهتده، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من كان قابلا للهداية، أما الإنسان المعاند الذي أغلق باب الهداية على نفسه فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديه، كما قال تعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وفي آية أخرى: الظالمين. الله سبحانه وتعالى لا يهدي هؤلاء لفسقهم ولظلمهم، يعني هم أغلقوا باب الهداية على نفسهم فسلبوا القابلية من أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى لم يهديهم لأنهم كانوا معاندين. وحاصل الكلام الذي جرى بين الإمام وبين ابن أبي العوجاء، وقد ذكرته هذه الرواية، أن ابن أبي العوجاء ذهب إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، وكان عند الإمام مجموعة من الناس سواء من الشيعة أو من سائر الناس، لأنهم كانوا يجلون ويحترمون الإمام لأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ولعلمه عليه الصلاة والسلام. فابن المقفع جلس إلى أن ذهب كل الناس، فبقي هو والإمام عليه الصلاة والسلام. لماذا ابن أبي العوجاء لم يتكلم مع الإمام مع وجود الناس؟ لعله أراد أن لا ينكسر أمام الناس إن
غلب أمام الإمام عليه الصلاة والسلام وغلب بمحاجته، فلا يكون هناك أحد ينقل هذا الكلام للآخرين ولا يتبين انكساره أمام الناس. أو إن الإمام عليه الصلاة والسلام أخر الكلام معه لأن الناس موجودون ولعل بعضهم له سؤال، فأراد أن لا تنقطع المناظرة وأن تستمر إلى أن تصل إلى نتيجة مطلوبة. فعندما لم يبقى أحد عند الإمام عليه الصلاة والسلام، وكان هو وابن أبي العوجاء، هنا ابتدأ الإمام عليه الصلاة والسلام الكلام. طبعا من أساليب المناظرة أن الذي يبدأ بالمناظرة هو يتكون له اليد العليا، وخاصة إذا كان صاحب حق. لماذا؟ لأن أهل الباطل قد يهيئون كلاما ويزينون هذا الكلام ويثيرون مختلف الشبهات حول ذلك الكلام، فعندما يأتي للمناظرة هو متهيئ وهو قد بحث مثلا الحجج التي ستطلق وكيفية إثارة الشبهة وكيفية إنكار تلك الحجج. لكن إذا فوجئ بسؤال أو بمطلب لم يكن قد تهيأ له، فحينئذ ينقطع عن الجواب، وحينئذ يضطر إلى قبول الحق. أما صاحب الحق وخاصة إذا كان عالما فهو عادة متهيئ لإجابة أي شبهة لأنه يعرف الحق، والباطل لبطلانه زهوق. قد يشتبه الأمر على بعض العامة حينما يستمعون إلى الشبهات، سواء كانت شبهات في التوحيد أو في النبوة أو في الإمامة أو في أي مسألة من مسائل العقيدة، لكن الشخص العالم الذي قرأ القرآن وتدبر فيه وتفكر فيه وقرأ الروايات ودرس العلوم وعرف الحق، فحينئذ بمعرفته الحق لا يتأثر بأي شبهة، وأي شبهة إذا طرحت يتمكن من الإجابة عليها. لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام حينما بدأ بالكلام بإلقاء حجة، بحيث أنه ابن أبي العوجاء تحير لأن تلك الحجة لم يكن قد سمعها من قبل. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام، وحاصل هذا الكلام: إذا الله سبحانه وتعالى موجود كما هو الحق، فأهل الطواف الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول وآمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، هؤلاء ناجون، وأنت خاسر، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الجنة لمن أطاعه وأوعد بالنار لمن عصاه. هذا إذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا كما هو الحق، والله سبحانه وتعالى موجود والجنة حق والنار حق. ولنفرض جدلا أن كلامك صحيح، لا يوجد خالق، وأن العالم وجد صدفة، أو أنه قديم، لنفرض جدلا أن كلامك صح، فهل هؤلاء المؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى خاسرون؟ كلا، لأنهم باعتقادهم بوجود الله سبحانه وتعالى هل يعذبون؟ هل يخسرون شيئا؟ هل يخسرون شيئا؟ هل يخسرون آخرتهم؟ هل يخسرون دنياهم؟ لا يخسرون شيئا. أنت أيضا جدلا نسلم أنك ناج أيضا، لأنكم سواء هؤلاء الذين يعتقدون بوجود الله أو أنت الذي لا تعتقد بوجود الله، تعيشون لفترة في هذه الدنيا وتتنعمون بلذائذ هذه الدنيا، ثم بعد ذلك تموتون، وحسب زعمكم ينتهي كل شيء،
فلا أنت خاسر ولا هم خاسرون، ولكن لو ثبت أن هؤلاء على حق وأن كلامهم صحيح وأن الخالق موجود وأن الجنة موجودة وأن النار موجودة وهو الحق، هذا الكلام حق، فهم ناجون وأنت خاسر. وأي عاقل إذا دار أمره بين شيئين، إما أن يكون ناج على كل حال أو يكون خاسر على بعض الفروض، فإن العاقل يختار الشق الأول. هذا الأمر الذي يعبر عنه الأصوليون بالدوران بين التعيين والتخيير. لنفرض أن هناك طريقين، الطريق الأول يوصلك إلى المطلوب 100%، والطريق الثاني لعله يوصلك ولعله لا يوصلك. أنت تريد أن تسافر مثلا من مكة إلى المدينة، تجد أمامك طريقين، طريق قطعا ينتهي إلى المدينة بلا إشكال، والطريق الآخر يمكن أن يوصلك، أن يوصلك إلى المدينة ويمكن أن يوصلك إلى بر أقفر قد تموت فيه. هنا لو في الواقع كلا الطريقين يوصلان، العقل يخيرك، لكن إذا طريق يوصل والطريق الآخر لا يوصل، العقل لا يخيرك ويقول أنت اختر الطريق الذي يوصل. الآن إذا شككت، لا تدري الطريق الثاني يوصل أو لا يوصل، هل أمرك دائر على التعيين أن تختار الطريق الأول معينا إذا كان الطريق الثاني لا يوصل، أو أنت مخير إذا كان الطريق الثاني يوصل، مخير بين الطريق الأول والثاني؟ أنت لا تدري، عقلك يحكم أو يكشف لك بلزوم اتخاذ الطريق الأول، وهذا أمر واضح جدا، وكل العقلاء أسلوبهم هذا. زين، الآن فكرتان، فكرة باطلة بأنه الخالق غير موجود، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر كما كان يقول المشركون. فكرة أخرى تقول بوجود الخالق ووجود جنة ونار. أنت إذا عاقل، عقلك يحكم عليك أو يكشف لك لزوم اختيار الفكرة الثانية، لأنك لو اخترت الفكرة الثانية أنت ناج على كل حال. إن كان الله موجود كما هو موجود، إن كانت الجنة والنار موجودتين كما هي موجودتان في الواقع فأنت ناج، ولنفرض أنه غير موجود أنت أيضا ناج، لست بخاسر. لكن إذا اخترت الفكرة الأولى، إذا لم يكن هناك جنة ولا نار ولا خالق ولا بعث ولا حساب، فأنت ناج جدلا. أما إذا كان هناك خالق وجنة ونار فأنت خاسر لا محالة، فأمرك يدور بين التعيين والتخيير، عقلك يحكم عليك بلزوم اختيار التعيين، يعني أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتلتزم بأوامره. طبعا هذا الكلام تسليم جدلي، وإلا ففي الواقع لنفرض أنه لا يوجد خالق ولا جنة ولا نار، الذي يعتقد بالخالق ويعتقد بالجنة والنار، ولنفرض جدلا أنه أخطأ، هذا ناج، والذي لا يعتقد ولنفرض جدلا أن كلامه صحيح هو خاسر. لماذا؟ لأن الدين بصالح الإنسان، الدين ينظم حياة الإنسان، الدين يقيد الإنسان من ارتكاب ما يضره، الدين يدعو الإنسان إلى الفضائل، الدين ينهى الإنسان عن الرذائل. لنفرض أن الخالق غير موجود، المتدين ناج في دنياه لأنه يعيش حياة سعيدة،
وغير المتدين الذي لا يعتقد خاسر، لأنه يعيش حياة غير سعيدة. يعني أنت الآن إذا تلاحظ تعاليم الإسلام، لنفرض جدلا أن هذه الكلمات كلمات بشر، لنفرض جدلا وليست كلمات الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول لك الإسلام؟ الإسلام ينظم لك حياتك الاجتماعية، ينظم لك حياتك الأسرية، ينهاك عن الرذائل، والرذائل هي تحطم حياة الإنسان، يأمرك بالفضائل، والفضائل هي التي تسبب شعور الإنسان بالسعادة وتنظم حياة الإنسان بأفضل ما يكون. ولذلك الآن نحن نشاهد، والتقارير التي يذكرها الغربيون وتكشف عن جزء من الحقيقة، وإلا فالحقيقة أكبر مما يقولون. هذه التقارير تكشف كثرة أمراض الكآبة، بحيث أنه يعبرون عنها بمرض العصر، وهذا المرض منتشر بين الملحدين وبين غير المتدينين، وانتشاره في المتدينين قليل. لماذا؟ لأن المتدين حينما تحوط به المشاكل ويصاب باليأس، حينما يلتجئ إلى دار العبادة حتى لو كان غير مسلم، إذا التجأ إلى دار عبادة والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يشعر بانشراح في نفسه، يشعر بأن هناك ظهر يسنده، فلذلك لا يصاب بالكآبة. أما غير المتدينين يصابون بالكآبة لأنه يشعر بأنه لا شيء يسنده، لأنه لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، لا يعتقد بأن هناك تعويضا. الآن كثير من المسلمين حينما يصابون بالمشاكل لا ينهارون. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في يوم القيامة، إذا ظلم فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بظلامته، الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فلذلك لا ينهار. أما غير المتدين الذي لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى ينهار. فلذلك لنفرض جدلا أن الأديان هي أديان بشرية، لكن الذي يلتزم بها وبالإسلام بالخصوص، هذا الإنسان يشعر بالسعادة. نسبة الانتحار حسب تقاريرهم في الغرب عالية جداً. لماذا؟ لأن الإنسان الغربي يعيش حالة من الفراغ، يعيش حالة من الخواء، يعيش حالة من اليأس. في كثير من الأحيان يجد جميع السبل مغلقة أمامه، فلا يجد طريقا أمامه سوى الانتحار. أما الإنسان المسلم المتدين، حتى إذا لم يكن متدينا، حتى إذا لم يكن ملتزما، لكن في المشاكل فطرته تسوقه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذه الفطرة تسوقه إلى الله سبحانه وتعالى. وكم شاهدنا ناس غير ملتزمين حينما حاقت بهم المشاكل التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، جاءوا إلى المساجد، جاءوا إلى الحسينيات، جاءوا إلى القرآن، جاءوا إلى الدعاء، لأن فطرتهم هي تسوقهم إلى ذلك. فعلى كل حال الإمام عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام القليل من حيث الألفاظ، العميق من حيث المعنى، بيّن لابن أبي العوجاء حقيقة، بحيث أن ابن أبي العوجاء لم يتمكن من إنكار هذه الحقيقة ولم يجد بدا منها. الإمام عليه الصلاة والسلام قال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء الذين كانوا يطوفون حول البيت. ثم بعد ذلك الإمام بين قوسين كجملة معترضة يقول: وهو على ما يقولون. يعني حينما إحنا نذكر لك جملة شرطية، ليس بمعنى أنه لا نعتقد بالشرط، وإنما نعلق الأمر على أمر فرضي، لا، وإنما هؤلاء كلامهم حق، ولكن أنا أجادلك
وفي الجدال بالتي هي أحسن. هذا الأمر يستدعي أن تذكر بعض الأحيان جمل شرطية: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وبعض الأحيان الجملة المعترضة في وسط الكلام لها تأثير بليغ، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. المنافق لا يعتقد بنبوة الرسول، أو لا يعقد قلبه على نبوة الرسول صلى الله عليه وآله، لكن كذبا يأتي ويقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله سبحانه وتعالى يريد تكذيبهم، لكن لا يريد أن يرجع التكذيب إلى ما يقولون وهو نبوة الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما يريد إرجاع التكذيب إلى معتقدهم، لأن كلامهم ولو هو إنشاء لكن يلازمه إخبار، أنه نخبر بأننا مؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يريد تكذيب إخبارهم ويقول بأن خبرهم غير صحيح، هؤلاء لا يعتقدون، لكن الكلام الذي نطقوا به هو كلام صحيح، لكن هم يكذبون في اعتقادهم بهذا الكلام الصحيح. لذا جاءت جملة في وسط الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الجملة اللي هي بين قوسين: والله يعلم إنك لرسوله. الكلام كلام صحيح، لكن ادعاؤهم الاعتقاد هو كلام باطل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليس كلامهم كذبا، لكن لازم كلامهم وهو أنهم يعتقدون بهذا الأمر هذا هو كذب. فهاي الجملة حسب تعبير النحاة، الجملة المعترضة، هي لها تأثير بليغ ولها أهداف سامية. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون، يعني أهل الطواف، فقد سلموا وعطبتم. هؤلاء سلموا لأنهم اعتقدوا بإله موجود، إله يثيب ويعاقب، فهم أطاعوه وقد سلموا. وعطبتم من العطب يعني الهلاك، وهلكتم. لماذا؟ لأنكم بإنكاركم الخالق كفرتم، والله سبحانه وتعالى وعد النار الكفار. الآن نذكر الشق الثاني من الجملة الشرطية، وهو التسليم الجدلي: وإن يكن الأمر على ما تقولون أنتم الملاحدة وليس كما تقولون. هذه جملة معترضة، كلامكم باطل، لنفرض جدلا أن كلامكم الباطل هو صحيح. فقد استويتم وهم، الإمام عليه الصلاة والسلام لم يقل أنتم نجوتم، أنتم سلمتم. لماذا؟ لأنه حتى على هذا الفرض الملحد ليس بناج وليس بسالم. الإمام يقول: فقد استويتم وهم، يعني بمعنى أنكم تتمتعون من نعم هذه الدنيا ثم تموتون وينتهي كل شيء على هذا الفرض. هل المؤمن لا يتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى؟ يتمتع، لكن بطريقة صحيحة. المؤمن يأكل ويشرب وينكح ويستعمل الملذات المحللة، لكن بأسلوب صحيح. وغير المؤمن أيضا يأكل ويشرب وينكح ويلتذ، لكن بأسلوب باطل يرجع ضرره عليه. لكن لنفرض أن الموت نهاية كل شيء، أنتم تنتهون وهم ينتهون، استويتم أنتم وهم، ولكن لم يقل الإمام سلمتم. عبارة دقيقة. في الشق الأول يقول: فقد سلموا وعطبتم. في الشق الثاني يقول: فقد استويتم وهم. جهة الاستواء هي هذه النقطة أو النقطة التي ذكرناها. هنا ابن أبي العوجاء انقطع في الكلام فأراد المغالطة، كما هو الدأب كثير من أهل الباطل حينما يغلبون في الحجة يحاولون المغالطة.
فقلت له، يعني ابن أبي العوجاء قال للإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه هو ده ينقل القضية، يرحمك الله، وأي شيء نقول وأي شيء يقولون، هاي العبارة يرحمك الله جرت على لسانه، وإلا هو لم يكن يعتقد بالله سبحانه وتعالى، جريانها على لسانه إما بالعادة وإما الفطرة في هذا الوقت أظهرت نفسها، لأن الملحدين في وقت الضعف قد تظهر فطرتهم كما ذكرنا الآية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن حينما الله سبحانه وتعالى ينجيهم يشركون. ومن طرائف الأمر ينقل أن بعض الشيوعيين الذين كانوا ينكرون الله سبحانه وتعالى حينما كانوا يتكلمون مثلا فيما بينهم، أحدهم يريد أن يذهب يقول في أمان الله. لماذا تقول في أمان الله؟ لأن عادة جرت تعلمها من صغره وهو يعيش في بيئة إسلامية، الآن صحيح صار ملحد فكرا لكن العادة باقية. فقلت له يرحمك الله، وأي شيء نقول وأي شيء يقولون، ما هو الفرق بين كلامنا وكلامهم؟ لأن الإمام عليه الصلاة والسلام قال إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء، يعني أهل الطواف، ثم قال وإن يكن الأمر على ما تقولون، وأي شيء يقولون، وما قولي وقولهم إلا واحد، هذه مغالطة، أنا أقول مثل ما يقولون. فقال الإمام عليه السلام كيف يكون قولك وقولهم واحدا وهم يقولون إن لهم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن في السماء إلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو ليس في مكان وليس في السماء، لكنه علمه وقدرته محيطة بالسماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني الله سبحانه وتعالى معبود في السماء ومعبود في الأرض، والله سبحانه وتعالى مسيطر بعلمه وقدرته على السماء والأرض، ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء كما يزعم بعض أهل المذاهب، وذلك لأن السماء مخلوق والله خالق، ولا يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق، الله ليس بجسم والسماء جسم، والمكانية والظرفية من صفات الأجسام، وهذه بحوث سنتطرق إليها إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمقصود ويدينون بأن في السماء إلها، يعني أهل السماء يعبدون الله سبحانه وتعالى، لأن الإله بمعنى المعبود، من أله بمعنى عبد، وهناك أقوال أخرى لكن تلك الأقوال ليست بصحيحة، وهذا القول أن الإله بمعنى المعبود ما وردت به الروايات، أيضا سنذكره في جلسات أخرى إن شاء الله تعالى. ويدينون بأن في السماء إلها وأنها عمران، يعني السماء عامرة بوجود الملائكة الذين يسبحون الله سبحانه وتعالى ويقدسونه وينزهونه، وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد، لا فيها ملائكة ولا فيها قدرة من الله سبحانه وتعالى ولا علم ولا إحاطة. فعلى كل حال حاصل الدليل هو دليل عقلي في دوران الأمر بين التعيين والتخير. طبعا هذا الدليل كمقدمة لإثبات وجود الخالق، لأن هذا الدليل هو مجرد أن العقل يقتضي لك أن تعتقد بوجود الخالق، لكن هل يتمكن العقل من إثبات هذا الخالق؟ الجواب نعم. الإمام عليه الصلاة والسلام في البداية أراد أن يكسر ثورة التكبر في هذا الرجل، فذكر له هذا الوجه العقلي، أما الاستدلال بوجود الله سبحانه وتعالى على التعيين فهذا ما ذكره الإمام عليه الصلاة والسلام في تتمة الكلام، وهذا ما سنتطرق له في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh.